عيني قمر قمر اتفضلي. ازاي حضرتك؟ الو الو، الحمد لله، اتفضلي. ازيك يا دكتور مليكه؟ اهلا يا قمر، الله يسلمك يا قمر. انا كان ليا 3 احلام، حلمين لامي وحلم ليا، بس قاعدة انا هحاول الثلاث انجز احلام. ما كل 3 احلام. طب حاولي تقوليهم بسرعه بس. حاضر. اتفضلي الحلم حبيبتي. بتاع امي كانت حلمت بحماية ومحامي كان جاي بيخلص اجراءات طلاقي. استني يا قمر، اجراءات طلاق. اول كلمتين ما سمعتوهمش، قولي من اول هو تاني. مش. انا كان في قعده من الناس كانوا على انفصال ليا انا وزوجي يعني، يا فالمفروض ان انا حلمت بعدها انه حمايه جاي هو والمحامي ده تمام رايحين لجدها، لجدي اللي هو عمها اللي كان سبب في جوازي اصلا. فهو قالوا ان هو، ماما سالت عليه قالوا ان هو نايم ومرضيوش يخلوها تقابله، وبعدين على السلم بيعملين يرموا ميه بجير، ميه بجير بجير هي مش عارفه تطلع، فشبشبها وقع في الميه وجري مع الميه ونزل تحت يعني على السلم. مين اللي بيرمي الميه دي؟ حمايه والمحامي، بس المحامي متداري في حمايه يعني مش باين. ميه بجير صح؟ بجير بالظبط. طب كملي. ونزلت الميه، خدت شبشب بتاعها ونزل. المهم هي نزلت لقيت البيت اللي هما فيه ده هيقع مسنود كله بحيطان او باكياس طويله ميه، ساندينه ملصمينه كده عشان ما يقعش. ونزلت من البيت وخرجت قالت لي انزلي هاتي الشبشب وتعالي ورايا، فانا لقيت الشبشب بتاعها بس مش نفس الوش، الوش بتاعه متغير، الوش زي ما تكون الميه دوبته. الشبشب احسن ولا لا؟ الفرش اللي هو الجديد ورده بيضة. انت قيمي، كان لما انت رحتي تجيبيه كان احسن من لما مامتك كانت سايباه؟ لا، هو ماما اللي كانت شايفه الحلم مش انا، بس هو كان احسن، هي بتقولي شكله احلى. اكيد. كملي. وانا لقيت مع الشبشب اللي انا لقيته لماما ده، هي بتقولي كان في معاه شبشب صغير نفس الشكل بالظبط. تمام. بس ما خدتش الشبشب الصغير، اخدت بس بتاعها ومشيت. تمام. هنا تحت بتقول لقيت حماتي واقفة وشها مسود ومطفي جامد واقفة مغطية راسها في الأرض، وفي عربية كبيرة في ناس ميتين بينقلوا فيها الناس دي. تمام. ده الحلم الأولاني. قولي لي يا قمر، حماكي كان كويس؟ هو أول جوازي كان كويس، بس بعدها ما فيش حاجة بسيطة قوي، انا حملت وحصلت مشاكل وكده، بس اصل الجير ده رمز حلو قوي، علشان كده كنت متاكده ان الشبشب بتاع ماما بقى احسن. ما هو انا الدنيا لما كانوا خلاص اتفقوا على الطلاق، هو حمايه لما هو كان جاي على طلاق هو اللي اتصل وقال انه خلاص احنا ما ينفعش ومش هنكمل. بعدين لما جه واتفقوا على كل حاجه وخلاص ماشيين، فشافوا بنتي، انا عندي بنت اسمها حبيبه. عارفه، عشان الشبشب الصغير ده اول بطفل. كملي. تمام. فهي البنت لما شافوها مش فاهمه بقى قلبهم حنلها او رقوا او كده، رغم ان كانوا بيدعوا عليها يعني حماتها كان بيدعي عليها. طيب قولي لي يا قمر، في حد بيمشي في الصلح دلوقتي ولا لسه الخطوه دي ما جاتش؟ هي هو كان بقى اللي انا بقول لحضرتك، بعد ما شافها قالوا طب لو ينفع نرجع. بالظبط. طبعا الكلام خلص على كده، بس مفيش حاجه تمت من شهر. لا، هيحصل ان شاء الله رب العالمين، علشان مامتك ما خدتش الشبشب الصغير اللي هي الطفله اللي هي بنتك، وبعدين الميه اللي اترمت بجير دي حماكي هيكون اساس في الصلح. حماتك بقى بمنظر البيت اللي بينهدم وكده وسواد وشها، ربنا يسامحها ويهديها يا رب، يعني هتمر بكرب مش سهل، واتمنى من الله ربنا يرزقها بالهدايه. لما يكون حد ظلمك في حياتك ادعي لها بالهدايه، ادعي لها هي بالذات بالهدايه. سامعاني؟ متهيألي مش هتقدر تدعي بالهدايه. لا لا، صدقوني والله يا جماعه، اما حد يأذيكم في حاجه ان دعيتوا له بالهدايه فعلا ربنا بيهديه وبيتصلح حاله ويبقى كويس جدا جدا معاكي. فحاولي على قد ما تقدري. طيب. يا قمر ادعي لها بالهدايه، حماتك تحديدا، ربنا يا رب يصلح حالك، والله اعلم. طيب. انا شايفه رجوع في